مرحبا بكم في قناة المغرب دوت كوم. لا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. هذه أبرز العناوين. الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف يعلن رسميا منح الملك محمد السادس لجائزة مميزة لأول مرة في التاريخ ويفاجئ العالم بهذه الخطوة. النجم الفرنسي كيليان مبابي يتخذ خطوة مفاجئة في حق النجم المغربي أشرف حكيمي بسبب الاتهامات الموجهة إليها. نادي إشبيلية الإسباني يعلن عن قرار تاريخي وكبير عن مستقبل المغربي يوسف النصيري. الزمالك المصري يتخذ قرار مفاجئ في قضية المغربي خالد بوطيب خوفا من عقوبات للفيفا. المغرب يستأنف قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف بشأن شان الجزائر. أعلنت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم الكاف اليوم الثلاثاء رسميا عن منحها جائزة التميز للملك محمد السادس وباول كاغامي رئيس رواندا ضمن حفل تحتضنه العاصمة الرواندية كيغالي في 14 مارس الجاري. وأوضح البلاغ الأعلى السلطة الكروية في القارة السمراء أن الحفل الذي سينطلق في 14 من 14 مارس الجاري سيعرف حضور جياني أنفانتينو رئيس الفيفا ولجنة الكاف التنفيذية ورؤساء الأعضاء للكاف وأساطير كرة القدم. وكانت المصادر قد كشفت في وقت أن الكاف كانت قد دعت الملك محمد السادس ورئيس رواندا لتسليم جائزة التميز التي تعتبر جائزة شرفية، حيث تصدر الإشارة إلى أن العاصمة الرواندية كيغالي ستحتضن مؤتمر الفيفا يوم 16 مارس المقبل، وسيعرف إعادة انتخاب إنفانتينو رئيسا للولاية الثالثة لغياب أي مترشح جديد لهذا المنصب. دعم الدولي الفرنسي كيليان مبابي مهاجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي صديقه الدولي المغربي أشرف حكيمي، وهدد بالتصعيد في حالة خرجت التحقيقات عن مسارها الطبيعي، حيث كشف النجم الفرنسي كيليان مبابي في حديثه الصحفي أن القضية أخذت أبعاد غير إنسانية، خصوصا أنه يعرف أخلاق صديقه جيدا ومستعدا للسقوط في مثل هذه الهفوات. وقال النجم الفرنسي: لست ضد القانون ولكنني مع تطبيقه بشكل طبيعي. أشرف حكيمي إنسان متوازن على جل المستويات، وأستبعد وقوعي في مثل هذه الأخطاء التي يعاقب عليها القانون. وأصدر نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بيانا في الموضوع أكد من خلاله لمستندات المطلقة للظهير الأيمن أشرف حكيمي. كشفت التقارير الصحفية الإسبانية أن فريق إشبيلية قد يفكر في التخلي عن مهاجم الفريق الدولي المغربي يوسف النصيري خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وأوضحت صحيفة إيس الإسبانية في تقارير لها أنه قد تعامل على بيع النصيري خلال ميركاتو الصيف القادم من أجل الخروج من الأزمة المالية التي ترم بها إدارة النادي الأندلسي. وشددت المصادر ذاتها على أن إدارة الفريق الأندلسي ستفكر في بيع يوسف النصيري بمبلغ لن يقل عن 50 مليون يورو للأندية التي ترغب في ضمه الصيف المقبل. وأكدت الصحيفة الإسبانية أن نادي ويست هام يونايتد الإنجليزي وأستون فيلا الإنجليزي يراقبان أداء الدولي المغربي يوسف النصيري في الفترة الحالية لضمه لفترة الانتقالات الصيفية القادمة. كشفت التقارير الصحفية المصرية أن فريق الزمالك المصري يسعى للبحث عن حل سريع لقضية المهاجم السابق المغربي خالد بوطيب خوفا من عقوبات من الفيفا. وأوضحت الصحيفة المصرية أن مسؤولي الفريق الأبيض يناقشون تداعيات القضية النجم المغربي في ظل ما تردد عن صدور حكم ضد الزمالك وتوقيع غرامات جديدة على الفريق. وأضافت المصادر ذاتها أن إدارة الزمالك تحرص على متابعة هذه القضية حتى لا يفاجئ الفريق بصدور قرار من المحكمة الدولية بإيقاف قيد الفريق مثلما حدث في الموسم الماضي. وكانت اللجنة فض النزاعات التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا قد أصدرت قبل عدة أشهر حكما بتغريم نادي الزمالك المصري 2,500,000 أورو لصالح المهاجم المغربي خالد بوطيب بداعي عدم حصوله على مستحقاته. وكان خالد بوطيب قد لعب للزمالك لمدة موسم واحد فقط بدءا من يناير 2019 حتى يناير 2020، وتم فسخ عقده بسبب المستوى السيء الذي ظهر به وتعرضه لسلسلة من الإصابات المتتالية.
أوضح فوز القجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أن المملكة استكملت إجراءات الاستئناف ضد القرارات لجنة الانضباط التابعة للكونفدرالية الإفريقية بخصوص أزمة شان التي نتج عنها عدم مشاركة المنتخب المغربي في البطولة الأخيرة التي أقيمت بالجزائر. وشدد القجع في الحديث لراديو مارس على أن القرارات التي صدرت من الكاف لم ترضيه لأنها غير منصفة. وأشار رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم إلى أن الأخيرة دققت في القرارات الصادرة عن الكاف واتضح أنها لم تكن منصفة بالمرة، مردفا لذلك استكملنا الإجراءات ملف الطعن والاعتراض عليها أمام اللجنة الاستئناف التابعة للكاف مثل ما يخول لنا القانون. وبخصوص تصريحات حفيد مانديلا قال القجاء إن المغرب لن يقبل بالهون ولو بقى عرق واحد ينبض، خاصة في كل ما يمس وحدة ترابية أو الإساءة، مواصلا بالقول لدينا مهلة لذلك قمنا بإعداد ملف مع الاستشارة القانونية القوية. من غير المعقول أن يمر ما حدث في شان الجزائر بهذا الشكل. وأكد المتحدث ذاته أنه لا يمكن القبول الانتقال إلى الجزائر باستعمال ناقلة أخرى غير ناقل رسمي، مشيرا إلى أنه لا يمكن السكوت عما تعرض له المغرب من الشتم في الشان. شكرا على حسن المشاهدة، لا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد أخبار المغربية.